السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم اجينا لكم مقطع جديد واخبار جديده وسريعه عن لعبه تراكرز اوف روبي 3 ولعبه جراند تراك سيميليتر 2. طبعا يا جماعه بدايه رح نبدا بلعبه تراكرز اوف روبي 3. مثل ما شفتوا قدامكم في عنا بهي الرساله اللي حكوا لنا فيها المطورين انه اللعبه صارت جاهزه بالنسبه للتحديث الجديد اللي هو رح يجي فيه شاحنه الداف. وطبعا يا جماعه بيقولوا لنا انه حبوا يشاركوا معنا هي الصوره رح اورجيكم اياها فيها. مثل ما شفتوا قدامكم شاحنه الداف حيطين عليها جميع الاكسسوارات وجميع التعديلات الموجوده في اللعبه. فمثل ما شفتوا قدامكم تكون السيارة عن جد كتير حلوة، يعني عطيها هيك كتير فخامة، بنفس الوقت الإضافات اللي صايرة عليها كتير هيك مجملتها للسيارة. في عنا أول شيء الصدامات الأمامية العلوية مثل ما شايفين الإنارة، يعني إضافات كتير حلوة صايرة عليها. فإن شاء الله بس من نزلت على التحديث الجديد رح نورجيكم إياها، رح نجربها، رح نروح فيها على طريق المنجم على طريق المحجر نشوف أداءها، نشوف هل رح تكون قوية ولا لا، أو رح يكون في شاحنات أقوى منها. فمثل ما شايفين قدامكم يعني شاحنة كتير حلوة، عطونا رأيكم في التعليقات. مثل ما قالوا لنا كمان انه خلال هالكم يوم ان شاء الله رح تكون بنسخة البتا ان شاء الله النسخة التجريبية، يعني رح ينزل التحديث اول شيء على النسخة التجريبية وبعدين ينزل على النسخة الرسمية ان شاء الله. طبعا يا جماعة الخير بس من نزلت رح اخبركم مباشرة، ما رح اقصر معكم. فمثل ما شفنا قدامكم كمان انتقلنا للعبة جراند تراك سيميليتر 2، لعبة الشاحنات الاسطورية يلي اكيد كلكم بتعرفوه، اكيد كلكم جربتوها يمكن. فبتنزل على الايفون والاندرويد، وراح احط لكم رابط التحميل بصندوق الوصف جست الايفون والاندرويد. وطبعا يا جماعه الخير هي اللعبه كتير انهملت بشكل لا يوصف، يعني عدى عليها زمان. اول شيء نقصوا كتير من الشاحنات، ما عدلوا عليها، ما سووا اضافات جديده، يعني اللعبه كتير اهملوها. فحبوا المطورين هلا يبلشوا من جديد ويعملوا لعبه جديده او يعدلوا على اللعبه هي ويضيفوا لعبه جديده واسمها جراند تراك سيميليتر 3، طبعا النسخه الثالثه من اللعبه. فغالبا يا جماعه الخير راح تكون نسخه منافسه لباقي الالعاب الثانيه مثل لعبه تراكرز اوف روبي 3 ولعبه يونيفرسال تراك سيميليتر وباقي الالعاب الثانيه. لان يا جماعه الخير هي اللعبه اللي عم نحكي لكم عليها هلا هي لعبه كتير فخمه من ناحيه المواصفات، من ناحيه الادوات الموجوده فيها، فيها كتير تفاصيل حلوه. اذا جربت اللعبه رح تعرف شو عم بحكي. طبعا في عندك مثلا بتركب بالشاحنه بتفكف قطعه قطعه، في عندك كمان بالنسبه لتركيب الحموله انت بتركبها يدويا، يعني فيها كتير اشياء حلوه بتعطيك واقعيه كتير بالنسبه للمواصفات اللي فيها. طبعا يا جماعه مثل ما شفتوا قدامكم في عندنا بهي الصوره عم بيورجونا المطورين انه بلشوا بتصميم اللعبه الجديده اللي هي جي تي اس 3. طبعا يا جماعه الخير لعبه كتير حلوه رح تكون، ان شاء الله يكون فيها اونلاين، لان هي اللعبه لازم يكون فيها اونلاين يا جماعه لحتى تكون يعني مدمرة او تكون منافسة بشكل قوي عن باقي الالعاب الثانية. وطبعا يا جماعة مثل ما شايفين قدامكم يعني بهي الصورة كتير موضحينا بالنسبة للجرافيك، بالنسبة للاضافات، بالنسبة لشاحنة الماك الموجودة في الصورة، يعني تفاصيل كتير حلوة ان شاء الله يكون يعني هيك مثل ما موجودة في الصورة تكون هيك فخمة وحلوة. وطبعا يا جماعة بس من نزلت بشكل رسمي رح نخبركم، ما رح نقصر معكم. وطبعا يا جماعة الخير هلايك وصلنا معكم نهاية المقطع، حبيت اني اورجيكم هاي الاخبار الجديدة والسريعة عن اللعبتين هدول. طبعا لاني في كتير ناس كتبوا لي في التعليقات انه يا احمد بدنا اخبار جديده عن لعبه الجراند تراك سيميليتر 2، وبالنسبه للناس اللي عم بينتظروا لعبه التراكرز اوف روبي 3 بالنسبه لشاحنه الداف. طبعا يا جماعه في كتير ناس عم بيشوفوا مقاطع وبيشوفوا صور في اليوتيوب او بالانترنت انه هاي السياره رح تجي، هاي السياره ما رح تجي، يعني في كتير يوتيوبريه اجانب مع الاسف عم بينزلوا كتير توقعات. فالتوقعات الناس عم بيفكروها انه رح تصير بشكل رسمي. يا جماعه المطورين اذا ما نزلوا تصريح رسمي عن الاشياء اللي رح يضيفوها على اللعبه فهذا الشيء كله على الفاضي. يعني انا هلا بقول لكم مثلا راح يضيفوا مرسيدس وراح يضيفوا مدري شو كذا وكذا وكذا، فبيكون هذا الشيء كله عباره عن توقعات فقط. فانا هذا الشيء ما بحب اعمله مشان ما ازيد لكم مثلا يعني تفكروا انه عم بكذب وكذا. فيا جماعه الخير هلا وصلنا معكم نهايه المقطع، بتمنى منكم لا تاثروا معنا وصلوا على رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وتابعوني على حساباتي الموجوده بصندوق الوصف. والله يا جماعه بترككم بامان الله وسلام.